جزاكم الله بالخير، اهلا وسهلا، مرحبا مليون، والله اني مشتاق لكم جدا. مرحبا بكم، انا جيت وما جيت انا لحالي، جيت والمزيون معي، الله يبارك لي فيه يا رب العالمين، وانا مهدي نفسي. فبعد غيبه 6 ايام جيتكم بالجيه الطيبه، ولا مو بس اليوم، بعد بكره عندنا شيء، واللي بعده عندنا شيء بعد، فخلوكم معنا وخلونا نوريكم الموت. اخر فهد ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام ايش الحركات الحلوه دي والبولونات، الزبده الله يبارك لنا، حلو وش حلو. مبروك يا العشير، اجعله مبروك، والله اريد ما تركب ان شاء الله، الله يعطيك خيرك فيك شره، اول واحد يسوقها هنا لازم ابشر بي والله. زين انت ورك ماسك البالونات، ورك ما تخليها داخل، يعني فرحه وراسه بالله. إيه؟ الله مبروك مبروك، جعلها عرضه ما تركب، بعدين من ويلك الفلوس هذه؟ ما يصير كذا بوف، تجيب لك على طول صدمه يعني خياليه والله. طيب قل ما شاء الله، تحسد اخوك يا خبر. ما شاء الله تبارك الله، بس ما شاء الله يعني عرضه ما تركب. الله يطول عمرك. وهذه قعدت الخيبه هذه والرجعه في الشيء ذا، انا والله اني مبسوط. فيا الربع متى تكلمنا؟ خلنا نفكر. يا سلام يا لبيه يا لبيه، بس انشبت انشبت. ليش ليش انشبت؟ هو اهم شيء انه يعني فكينا بالونات وحسسنها انطارن، ولكن للاسف انها انتعلقت فوق روسنا ما تحركت. طيب يعني كيف الطريقه؟ اهم شيء فرحنا، اهم شيء ناخذ لنا ناخذ لنا جوله الحين. تبي تسوق؟ انا اسوق. لا لازم، لا ضروري طبعا. خلاص يلا سق، خلنا نطلع ناخذ لنا برا. يلا شيل الطريق الموتر كذا على طول يسوق فهد. انا اعطيتها له اوكي لاني انا فرحان، فالفرح لا توعد فيه. خلنا بننزل من الموتر. فهد ايش ذا الورده؟ جيبها لي. لا تكفى، الله يرحم امك. انا اعطيتك الاوكي انك تركب الموتر، بس شوف شكله وانا بسوق. على خلاص انا الحلف، انا الحلف. وش انا الحلف؟ لا حلف. يلا ماشي السايد يا ولدك ما تعرف. اللي يبي الجودة وينطحها، اللي لشح الزمان يجود من كيسه، على دروب الكرم سحاب تنسحها، ما يترك الجود حتى في هواجيسه، وهل المعاريف تلقى الناس تمدحها، ليل انتشاعق نجومه في خراميسه، وحنا دروب الوفا ما حد نسنحها، لا سانح اللي يهوز الطيب ويقيسه، صد عن زلة العاقل وندمحها،
لا ضاق صدر الضعيف وطال تنفيسه، والهامل نمس حاسيسه ونجرحها، والطيب الراعي شعوره وحاسيسه، واللحق السيئة الحسنة وتمسحها، لأن الرضا تطرق الخطة النسانيسة، والشيمة هنزودها محمل كبحها، لدن فسلي تثيرات دنافيسة، وأموالنا بالشرف والعز نربحها، الذل محملا فيه في غطاليسة، وبشرك نشري الجزلة ونذبحها، والموتر الزين نشريه بقراطيسة، والبير نارد عليها لأن ننزحها خلى البخل يقعد الله يقلع إبليس. رجل يبي الجود أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. أنا سعيد جدا إن اليوم الثاني على التوالي. وش عندنا؟ وش توقعاتكم؟ اليوم الثاني تذكرون البيت، بيت محمد اللي اشتغل فيه ورتب فيه؟ اللهم لك الحمد، ترى البيت بيتي، ولا حبيت أعلمكم إلا بالوقت المناسب وبالشيء اللي يجوز لي ويجوز لكم. فهذا اليوم هو الوقت المناسب من ناحيتي أنا، ففي شريط وبنقصه، ومستانس جدا إنكم تشوفون أي فرح أنا أعيشه. مرحبا ومسهلا مليون. بنقص الشريط ونوريكم البيت من داخل. قبل لا نقص الشريط، ما جاك تسؤال سيف؟ بتسوق الهبل؟ البيت ده بيت محمد وانتم صورناه، انا بيه يجعل كفلاش باك. ايش فيكم انتم؟ فكرتي انا خابرها وانا راسمها، انا بي تنصدم. كيف كان محمد فجأة صار لك؟ انا مخطط الشيء ذا عشان الموضوع ذا والسنابات ذي. فالله يطول عمرك ويسعدك، ما تشوفني اضبط الامور واتشاوركم الربع وش نسوي وش نسوي، لان البيت بيتي وبيتي وبيت محمد كلنا واحد ان شاء الله. فالخطة ذي ان شاء الله جت وفي محلها، وامس الجيب اللكسز، واليوم البيت، وبكره يوه يا بكره الله يلحقنا بكره. مع السلامه يا ويد. الله. قبل ان قص الشريط قلت حاجه بيني وبين نفسي، خالد عطني كلمه مناسبه المنزل الجديد اللي اجعل الله يبارك لك يا ابو فهد، والف مبروك على الجيب اللي امس. الله يعني ما مداني حضر وبارك لك بيوم. حلالك والله يا جد. يا حبيبي والله يا ابو فهد، عزله انك اجتهدت ومقدر. اجعل الله يبارك لك يا ابو فهد، والف مبروك على الجيب اللي امس. الله يعني ما مداني حضر وبارك لك بيوم. حلالك والله يا جد. يا حبيبي والله يا ابو فهد، عزله انك اجتهدت ومقدم السبت تلقى لحد. الله يطول. وانت شديت حيلك وهذا قاعد حصد. هذا وش هذا؟ هذا بيته. الله يطول عمرك. يا حبيبي. احب خشمك لنا فرحان. لا انا بحب خشمك راسي. ايوه شاد يجعل الله يبارك. حبيت مشاعرك. مشاعرك اسال الله يوفقك ان شاء الله ويبارك لك. صوتك عشان ما اعطيك على وجهك. انت تطول عمرك بصدق، لان مشاعرك مو مثل جيب اللكسز اللي امس. سولف عدل، يلا قدامك بس يتابعونك. تفضل. مستانس مره. صوتك عالي حبيبي. مستانس مره، سعيد جدا 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 لابعد درجه عشان سيف اخوي انه جيب لكسز وبيت، يعني اشياء مرة دراوية، مفاجآت ورا بعض مرة حلوة. يعني هالثلاث أيام هذه مرة حلوة، مرة الله والله يسعد. وأول واحد يسكن البيت أنا حبيبي. أمس سبقني غرفة مخصصة لي حبيبي. قل لا إله الله، أمس فهد أول واحد يشوف الجيب وأنت أول واحد ترقد عندي. لا يلا أنا ببني بالسطح. هذه مخدتي، هذه مخدتي. أبي لي غرفة وأبني بالسطح. خير الله لا يهينك، تمد لي درج من برا الحال. يا عيال قولوا لا إله الله. أنا أقول نقص وخلاص. خلنا نقص بس السنابة الجاية. طول عمرك بصدق. بسم الله، نقول بسم الله وندخل. اذكر الله يا المشاهدين وكذلك انت. ما شاء الله ما شاء الله. وش النظرة ذي؟ ما شاء الله عادي ما شاء الله مقدم. يلا تعال نقول بسم الله. شوف ما شاء الله، هذه الديوانية. ايش رايك بالديوانية يا رب؟ ما شاء الله تبارك الله. والله ما تقطع شيء حبه. يا انت تحلب بسرعه عليك. زين خليني اوريكم مكان. شوف المكان، شوف ما شاء الله. بالله شاكه مشتاره تستر متعب عليها والله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايش رايك؟ لف لف يمين. زين تعال تعال شوف. شوفوا. هذه الصاله يا الربع. ما شاء الله. شوف الصاله. فيها شراحه جدا. اللهم لك الحمد. فيها اللي اهم من الصاله. الكيكه جايبها. الف مبروك. الله يجزاك خير.
السكين السكين كان منزل سفن طيب. الله شاء الله تبارك الله. زين انتم ما شفت الصاله يا ربي؟ مو لازم بعد ما ناكل نشوف الصاله. شوف الصاله شوف جزء الطعام شفته والله في جزء الطعام والمطبخ بندر تعب بندر اي غصب بندر بسرعه بدي قهوه زين خدي قهوه بسرعه ما اقدر ناكل الحين لكن من الجزء هذا اللي تحت اللي ما جاء وجهه اهم شيء الله امسك الكرم الكرم الله يلعن ابي ايش قاعد تعمل والله ابغى وجهي ابغى ورب البيت انك خافس ابغى وجهي ما ادري ايش جاف ما هنا هيك الا في ملاعق شوف من خشمي بندر خشمي خشمي مطبخ خشمي بندر راح مطبخ جبنا ملاعق راح احنا جوعانين يا الربع شكلكم كيكه علي بحرم بطابه ما شاء الله يا بنت الله حلالي حلالي قاعد تاكل من حلالي الله يكثر خيرك الله يسعدك لازم غرفة ترى كيكة بغرفة ما يسكتون إلا إذا شافوا كل طب ما تبغى تشوفون البيت الثاني خاف فنجان أبشر أنا عطني مي ما شاء الله تبارك طيب ليه ما جبنا صحن ليه ما جبنا شيء لا توصلون صحن ما أنا بقدر ما مبيوت مبيوت تبي صحن خذ صحن بس نبي ناكل كذا أنا لو على كيفي كذا أكلت لا أنت خبصت وجهي فيها بعد يلا 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 في شيء يحسريك وش قم وش لا طالع فيني الشكل على وجهك قم بتصرف شيء من بيت والله عارف شيء يعني والله اني جايب لك ماني جاي اسرق شيء اقسم ببيت الله انك اكبر حرامي عرفته في حياتي يسرق الحاجه ويجحدني فيها زين انا والله اني جايب لك هالمره ماني سارق منك جايب لي وش جايب لك شيء يعجبك شيء يعجبني يلا يلا وش هو قم يا ولد شيء يجوز ما قدر انا متقطعين ما قدر هو ليه في مط عيوني ليه وش فيه هتمشي مش عاد انت يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم احنا بالغمضه شوف شوف يا رب ارجعني ومط عيوني اسمع امسكوه هني مغمضين عيوني دقيقه واجي انا بس وين تروح انت بس دقيقه واجي حط لك بندق حط لك هذه منزل منزل مبارك ان شاء الله هو من الخاطر الله يطول عمرك هذه ليه ما صرخت زين معك جاي من مره تروح ما شاء الله ما شاء الله شوف يا سلام يا الصاله والله فيها شراحه تشوفون هذيك طاقة الطعام يا ربي تبارك لي يا رب العالمين شوفوا ما شاء الله ما شاء الله شوف يا سلام يا الصالة والله فيها شراحة تشوفون هذيك طاقة الطعام يا ربي تبارك لي يا رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله العيال قاعدين يحركون الذبيحة ما شو يسوون فيها الله يبارك لي يا رب العالمين وآخر جزئية بوريكم إياها شوفوا يا سلام يا لبيه يا الترتيب يا الربع بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا حلو الشغل المتعوب عليه ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لي يا رب العالمين
مسهلا يا ابو يونس، اهلا وسهلا المأذون الشرعي، حياك الله. الله بس ورك تاخرت علي يا ابن الحلال، انت عارف سوالف الحرمه والعائله والشغل وروح وجب وتعال، انت اخر ومثلك عذر، وانت تبي تلحق على السوالف هذه. الله يطول عمرك، مبروك مقدما. الله يبارك بعمرك. وانا اوصيك واوصي الشباب العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والواحد كل ما عرس بدري، ها كل ما عرس بدري، كل ما شاف عيالهم بدري وذاق نفعهم وذاق برهم، والله يوفقنا. اللهم امين. ولكن اللهم لك الحمد، تراني جاء انا بدري، اللهم لك توني صغير انا. الله يطول عمرك. يلا مشينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الدرية الصالحة يا سيدي، وأن يلف بين قلوبكم أنت والهنوف. و عندك شروط شيء؟ لا الحمد لله ما عندي شروط. عندكم شروط يا أبو عيد؟ لا عندكم شروط. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل بس وقع هنا يا سيدي. تعال خلهم تفضل، هذه خلهم يوصيوا يقولون هناك ويرجعون. الله يوفقكم ويجزاكم بخير. الله يطول ابو علي. اللهم لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا. مطر وخيرات وتم عقد قراني، انا مبسوط ولا ادري كيف اوصلكم المشاعر، ولكن الله يكتب اللي فيه خير وبركه. اللهم لك. مضبط ان الجلسه بندر، واضح انه يرقص. ها بندر، ها الله حي يا مرحبا. شبيك انت؟ الله يبارك بعمرك. والله فعلتها. اجل ليه ما فعلها يا حبيبي؟ والله ونعم. الله يطول عمرك. انك كسبت اجر. ليه؟ فتحت الدرب قدام، الحين نقدر يولد نتزوج. الله يطول عمرك، انا ابيكم تسوون مثلي اصلا. يا ولد تكفى قلوب على وجهك. ليه ليه؟ شبيك انت؟ شبيك وجهي ما في شيء، ما يتغير الواحد. يا ولد والله تغير وجهك يا ما تغير، واموري زينه والله يخليك لي. تقهوى انت ساكت، بس تقهوى. والله العظيم انها قليل من كثير، واللي في الخاطر والله العظيم انها اكثر منها. انا طالبك والله العظيم ما ابي علي الحرام، علي الحرام انك وصلت خلاص يا فخر. انا طالبك والله العظيم انها قليل من كثير، واللي فخ السلام عليك. اللهم امين. منك المال ومن هالعيال. الله يطول عمرك، ما قصرت على الحلا يا حبيبي. كل خير، وعندك الحين لكزز تخبر وبيت، والحين ما بعينك حسد. ما بعينك يعني. لا ما في حسد، لكن عندي لك علم غير الحسد. ها. يصلح لابو درغش ويصلح للجعدبي. ها قصيده. ايه اسمع اسمع. حي والله راسك.
نفسه. هذا هو، هو اللي قال بنصحى اليوم بدري وبنروح وبنطلع ونسوي فعاليات. والله ان هذا هو والله. فين بدري يا لجدي؟ وين وين بدري؟ الساعه 7:30 في الديره، الساعه 7:30 يعني انت يومك هذا سكيب 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 سكيب. طبعا وصلنا الاول جدول اللي انا جدا جدا متحمس عليه، زي ما تشوفون قدامكم يعني قاعدين نصلح وقاعدين نضبط. وقت تصويت ايش فيك؟ وقت تصويت ليه؟ جدول يعني بعد تصوير فرشك. انا اسف والله، بس هذا اول جدول يعني عندنا. دخل السبت مني مع عندي مطر منكم. امشي مش كده عشان ما اصير يعني انا يا ابو علي سلم. فك دي فتك ولعك دي فكه فك الهذي. ايوه ما عرفت ما عرفت هذا الساعة على فك عبد حسين طلع ايوه شوف السبت دخل اول جدولنا الحمد لله في بيشة وقادم اجمل ان شاء الله راح نستانس. رحت كليت وشريت لي اغراض وحلقت تنعمت وجيت، للاسف ان الوضع باقي مثل ما هو عليه، ما تغير ولا شيء. عبد الحسن متى خلاص يعني الموضوع هذا ينحل؟ لاني بيني وبينك بدأت اطفش يعني. نص ساعة فوقنا على الوقت هذا كله. نص ساعة. سعد سؤال، احنا جايين يعني بيش عشان الدين محقق ولا عشان بنتمشى وسلم على القرايب؟ رزق ورزقك ابو سعد. ها؟ رزقنا انا وياك. انا رزق ورزقك. رزقي ورزقك. حلو. ايوه. حتى عقب الصلاة ما رزقي ورزقك. وين ما عندك درج؟ اسمع درج انا فاضي. لا لا ها ما في شيء. كيف ما لا 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 كيف ما انت على بك كلمه خلاص بس لا زاي ها تعال ها ترى حتى عطور صابر لا عطور صابر ما له دخل. ليه؟ انا ما لطعتك انا فيها حق الشايب. ها حق الشايب. ايه نرجع لها. قلت خذ الدرهم. قلت لا ما في شيء ما في شيء دوخة 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 أي بس لا لا دوخة يعني دلي دارت فيني. طبعا الربع أبو ياسر بيطلع معي وابدأ ودي أخرع خرع للتاريخ سنتين قدام بطق اللطمة عشان باقي ما قد طلع. يا عزتينك أبو ياسر يا عزتي لك ابو ياسر والله ما يسلم ان شاء الله. حبي الله حيه. سلامة اقعد لا اضربك عشان الصوت. مرحبا ابو ياسر. يا مرحبا كيف حالك؟ حياك الله. عساك طيب. كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب ايش ذي؟ طبعا الرجال يا عم محمد كان يبغى يسرق اسطوانات ما اسطوانات. والله ما صار رجال يسرق اسطوانات. يا رجال يسرق الرجال. لا 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 كيف اسرق؟ طيبين. كم اسطوانه قد وديت هناك؟ ها؟ كم اسطوانه؟ والله نيتك البيضة يا عم محمد اللي خلتك تقبط على حقيقته. لو تاخرت 3 دقائق بس شفت اشيك شيك. والله ما سرقت شيء يا عم. في كراتيني ورا خدت منها شيء وذمت. حقة ارزاقنا وشارينا. قد راح تتعب من ايش؟ مزكوم. الله يجعلها ان شاء الله دائم ان شاء الله ما عاد. ايش مالك ولد؟ دقيقه هو ترى عمك ما بعمي بس اكيد انا من يوم تعبني. اجي رجع ما تبغى رجع. لا اجي رجع يا اخوي اجي تبغى رجع انا داري. تعال الله يعين عليك. طبعا جاي الكوفي مقدمين لك كيكه عشان ادخل تيك توك 300 مسوي نفسنا ما ادري. تدري عن شيء يا ابو علي؟ ايش كنت تقول؟ تدري عن شيء؟
عارف بياس تدري عن شيء؟ ها؟ وش هو؟ خوي زياد سعيد. زياد سعيد ما أدري يمكن يطول. ليه؟ تدري إن بحرج كحراج بعد شوي. بس أنت ما أدري إيش طلبنا صح؟ ما أدري. ها؟ شلمو ها؟ كم يبغى له كم؟ اللي هي وش هي؟ أي مفاجأة. الحمد لله. إيش فيك يقوم العرض لك بالمين؟ مرة كذا. غداي. سالفة شو سالفة؟ كنا سمعت قلم فاجة ما أدري. قهوة. يا شو؟ قلم أبو ياسر. الله يطول عمرك. الله يسلمك. طيبين. الله. شوف الحنان يا. شوف الحنان. أوديك المستشفى. لا يا عمري. ها؟ لا يا عمري. يعطونك إيش مديها؟ شو؟ جهز الكيكة. وعلي مكمل مسوي مجنون. اسهل اسهل ما عليك على خشم. اسهل اسهل. يلا خلاص جهزت الكيكة الان بنفاجئ سعد اللي ما يدري. سوسو الله جرب. طبعا سعد في نفسه ما يدري. ركز لي على سعد بس. تعال معي. كيف حالك ابو علي؟ شعورك ابو علي؟ احكينا على المشاعر يا اخي. مالك داعي ما كنت تدري صح؟ والله مالك داعي. الله يطول عمرك. تستاهل والله. من نجاح الى نجاح. الله يسعدك. الله يطول عمرك. طول عمرك منحر متفاجئ. شكرا لك. طول عمرك ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب. العافيه. تستاهل ابو علي. تستاهلون. تستاهلون. شكرا ابو علي. تستاهل. شكرا. لا لا زاد. طول عمرك ابو علي. انت تدفع لي ابو علي. خلاص انا اجلس. عليك حساب. لو تزيد المواجع كل ليل وعام ما جرحت القلوب البيضة ودميتها يا سراب السعادة والرضا والسلام يا نقض السنين اللي تمنيتها أنت مثل الحياة الفاني بالتمام عارف أني بخليها وحبيتها خليها وحبيتها. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اليوم عندنا لقاء جميل جدا مع ابو ياسر. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ ثلاث اسئله جاوب عليها تاخذ 500 ريال حاليا. طيب اول سؤال، كم رصيدك في البنك؟ 200 ريال. ثاني سؤال، ايش يعني لك سعد علي؟ ولد خويه. ايش يعني لك؟ ولد خويه. ما قلت ايش يقرب لك. ايش يعني لك؟ طيب استاذ دخلت ابو ياسر. ايش يعني لك؟ حبيب قلبي. عطني حاجه الناس كلهم ما يعرفون عن سعد وتاخذ الان 500 ريال سعودي. سعد قلبه طيب. كذاب. انت الكذاب. 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 ديره مبسط واستكنام ما تسمع ابدا اي صوت. جلسه وسوالف مع الاهل والاقارب. تعرفون زيارات الاهل والاقارب هذه فرض على كل رجال. عمي وابوي بعد جاينا في الديره. حتى اني مقلل صوتي لانهم جالسين هنا في المزرعه. عموما انا حبيت اعلمكم اني ترى اني بخير واموري طيبه. ما تبدل هذا. ايوه درش يا زايد مش درش. اربعه التحدي حامي. والفريق هذا ما قد ينهزم اليوم. والله المستعان. امتحن كل قبضنا ولا ما امتحن. طبعا الفريق هذا ما قد انهزم اليوم. نحتاج محترفين من برا يجون يهزمونهم. لا لا بنفوز عليهم. وش السر يا السر وش؟ خبرة سنين يا حبيبي. ايش تقول ابو مشبب؟ خبرة سنين. اقول انت سكاي فارقه احتركتهم ذحين. ابو سعيد مرحبا تصريحك.
تسريح عند الكابتن هذا اللي 20 سنة يلعب. أربعة أربعة. الله المستعان. طبعا خلاص اعترف اني استسلم ما قدرنا والله نفوز. ابوي ما شاء الله تبارك الله خبره في لبيه على خشمي الا ان شاء الله انه يمديني باذن الله. ودنا اقولكم الوالد ما شاء الله تبارك الله خبره سنين بلوت والله انه ما قدرنا عليه الصدق.